صباح الخير يا مولاتي. مش كيف الحال؟ الحمد لله. هو ده المشهد، العقل العقل يحدث الآن، صح؟ في عرق العرق هذا، ايوه شايف. موجود في معظم الرجول، الناس اللي انا كنت عايشة معاهم، فكرة انه دايما دار اصبع واقف كده مشدود، قصة مين يا مشمش اللي انت بتشوفيها دي؟ المشهد هذا حق مين؟ لقيتي نفسك في مشهد؟ طيب انت في منتصف الدائرة، 180 فوق وتحت، ومية وثمانين فوق وتحت، النص الثاني محسوس، مسموع، مدرك، لكن غير منظور. الحكاية حكاية منظور العقل، من أنهي زاوية واقف هذه الدائرة؟ انت واقف فين يا ابني؟ تستنى الأوتوبيس. فعلشان صباح الخير، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم، الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة
وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. العقل يدرك المشهد، شاهد يحدث الآن، كان في تلقي لحركة اللسان، كان في تلقي لحاسة الأذن، كان في تلقي لإشارات جاية للعقل. خلاص، أثناء التلقي من أثناء تلقي الإشارات اللي جاية إلى العقل، العقل كانت بتحدث له حالات، كل إشارة بتعمل حال. خلاص، بتكون صورة، بتنكش في حتة، صح؟ معنى تمام. العقل يدرك أن حدوث هاتين المسارين معا، النظر بعد إشارات إلى العقل بالمنظور بعد إشارات للعقل من المنظور، الإشارات وصلت معها ترجمة فورية، على طول كده صدرت ده. خلاص، العقل يدرك يحدث الآن، العقل شاهد في المشهد أن هناك إشارات من خارج الجسد إليه، وهناك إشارات من الجسد إليه إلى الخارج معا كعقل. هي البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ وعد الله لا يخلف الله وعده.
أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا وآثاروا الأرض وعمروها، سابوا أثر واضح الحركة تسيب أثر الحركة دليل على المحرك. يبقى الحركة أثر المحرك المنظور المسموع المحسوس. المحرك ما شايفينه، شايفين مشهد فيه حركة، سامعين مشهد فيه حركة، حاسين بمشهد فيه حركة، سمع والأبصار والأفئدة. يبقى في وسط مشهد فيه حركة مستمرة، إدراك حركة كتلة متحركة. يبقى الحركة في المشهد مستمرة، خلاص. تتبع الحركة يوديك للمحرك، أصله فين؟ من فين انطلقت الحركة؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرمانية، عدم الحدوث. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرج وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيوه الصفحة دي المشهد، المنظور كالآتي.
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إبا آية للتفكر والفكر، فعل تفكر، فكر، فعل فكر، فعال فكر. إن في ذلك لآية دليل أثر للفكر لفعل فكر. إن في ذلك لآيات للعالمين، العالمين جمع عوالم، هذه آثار تدل على أن هناك عوالم، هناك فكر فعل هناك عوالم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. السمع ووصول الصوت، الإحساس بالصوت بالذبذبة خاص. يعني سمع خلاص، فعل بس هو كيف تفعلين ما في حركة، هو دخل الهواء خلاص. فين الحركة؟ بهي حركة الهواء جوا بتسيب ذبذبات، بتحسي بالصوت فبتسمعي خلاص. سمع ما هو فعل حركة، هو حال الإحساس بالذبذبة الصوت خلاص. يبقى أثر ذبذبة الصوت فكرة، عوالم ذبذبة الصوت، صوت إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يبقى فكر وعوالم وذبذبة أثار العقل، عقل جمع في ده كله وتربط كده تعدلت دان، جملة مفيدة understood، إدراك تمت الوظيفة، العقل ما هو العقل؟ ها شوية أفكار خلاص، شوية أفكار جاية من عوالم مختلفة تحمل ذبذبات
عبارة عن ذبابات. العقل. آية للعقل، أثر لوجود العقل، دليل أن هناك عملية عقل. طيب خلاص، كل ده خارج عن إرادة العقل، مش بكافه، هو اتخلق كده، هي دي وظيفته، فبالتالي هذا سبب وجوده لأداء وظيفة. خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، فما جاب دول إلا عشان يعبدوا يعني طاعة، طاعة يعني الحركة، لطاعة الأمر اللي هو الحركة استجابة للأمر، فأمر الله. أول ما يذكر الله أهو، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين يعني زمن، ميقات، حركة أفلاك، حركة في الفراغ، خلاص عاد تسموها زي ما تسموها، مساء وصباح، ظهر، فجر، إشراق، كده مواقيت للناس. وله الحمد في السماوات والأرض. وعشيا وحين تطيرون. خلاص إبا ذكر، إبا هي دي العبادة، إبا تحققت الوظيفة، ليذكر فيه اسمه سبح. وما من دابة ولا في السماوات والأرض إلا يسبحون بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيح. يبقى حكاية ذبذبة الصوت، الصوت كحركة هواء منه إليه، تأذن للناس في الحج، يا عبادي، بندها الناس بدوني أستجب لكم، خلاص في واحد بيندهلك ويتكلمك فانت ترد عليه عادي يعني. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحمد لله أن الخيرة مو من أمري، الحمد لله أنه أمري في يد الله، الحمد لله إني مش ماسكة ولا حاجة من كل ده. It's huge، صح؟ Responsibility، أولى بك ثم أولى اللي خلقك، اللي هو البيت رب يحمي، أنا رب الإبل، فالعقل عايش في بيت، صاحب البيت ده هو اللي هيحميه، خلاص العقل ربه الإبل. الإبل، أنا رب الإبل، البيت رب يحميه، أنا صاحب الإبل، دافع فيها فلوس، برعاها، باكل من خيرها، حياتي، رأس مالي، زي أولادي، حقوني بستخدمهم، خلاص؟ ف
فالعقل طبعا ما عنده ملكية، لكن مسؤول، يعلم السر وأخفى. لا إله إلا الله، خلقك كده خلاص. فلما يكون عندك هوس إنه ما دامت شغالة جوتي ودو دو 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 إنه ما حد سامعك، ما حد شاهد عليك، ما حد وي اللي خلقك أعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب يعني الجدال مع العقل لطيف قوي، هذا هو the morning coffee. All is good، الحمد لله، هذا يوم آخر من بعده، الحمد لله، الحمد لله حبيبي، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله حبيبي، كله تمام صحيح؟